La marche vers la rivière était difficile dans l'obscurité, et les fortes pluies n'ont rien arrangé. Elles ont tout. لقد تمركز الألمان في مواقع. عدو هذه دبابة مزعج للعدو
هلا هلا دحتو برا جاي معنا لا لا فين بيت تعال برا ترى هذا الحصان يا ترى حاطه حصان ما يصير اي حاجه يجب ان نستولي على الهدف باك ليجا تو شفت من دخل البطار ترى هذاك واحد ترى له ما ايه قصد ان هذاك متغير حق الملاعب هو المفروض اول ما تحطه هنا يجي تحت عليه كرافتنج بيت اند هاند انيمال بين كرافتنج تم رؤية مدفع الرشاش للعدو الزحام هناك انه الماني احد جنوده جرب مره ثانيه سوي مره ثانيه يعني ابدا من حمل المفروض طيب أنا أنظر إلى أحد جنود العدو جندي ألماني هناك قد استولينا على الهدف A احتاج كميه اعلى من كذا انحلت لا يزال نصف قواتنا موجودا لا تصدقني طيب اني محتاج كميه اعلى احتاج اكثر من 212 فايبر الله هذا ها تمت رؤية جندي عدو جرب حطه انت تعال تعال 97% اخوان ترى هذا حمار مو حصان يا ولد الحصان اصيل هذا جندي عدو شارتي فول المفروض تحت علي من يجي كراك يوجد جندي انا اتوقع ان السايبر يمكن يحتاج سايبر اعلى عدد يعني هذا والله انا زودت النصمة على اعلى شو ونقصه على اعلى شو ما عرفت يا اخي معاكم معاكم محش يجمع فايبر ماشي ماشي في تواجد الاعداء في القطار هيا ما جبنا جبنا اللي نروح بلاك سميث خلينا نحارب طلب الثاني ذا ما فهمت انا عرفت اي حاجه يجب ان نستولي على هذا الهدف ها
هيا ايمن مع وليد دقيقة على غيطان ما حلق المشكلة لأن لازم تزود الفايبر الاتان فرحنا ايه لازم تزود الفايبر عشان يبدأ يأكل هذا الحمار الحمار مين قال لك آخر أنا حاول كثير والله ما فيه يقول لك واحد واحد حصان ياكل أربعة طيبة واضحة يا واحد حصان ياكل أربعة طيبة والوقت يطلع لنا بعدين انظروا هناك جندي استطلاع طيب كم الوقت اللي يشتغل يقول آخر الوقت ما يفيد أهم شيء هو أصلاً ما ظهر إنه صنع ولا لا أعطى حليب العبيد ممكن يشتغل صدي لبن صدي لبن لما اول ما احطه يجيني يا اخي يمكن عندنا اداء دافع احسن هذا كده ما حصل يمكن حمار يا جماعه هذا وهذا الاداء انا ما كثير لا يزال هناك 50 من جنودنا موجودين يا ساتر يا ساتر غرّب هذا يا جماعه هناك القحم وانا اصنع السلبر ابغى اصنع محشي حتى الفايبر ايه ايمن ما غير قبل بطيء يقدر يصنعه ارجع افهم قبلن بقول كل واحدة تقع ساعة صح عدلتها بس ورجع هذا اللي خبط انظرنا هذا اللي خبط الباقي كلها تصنع فريق استغفر الله رجع 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 لقد استولينا على القطار أقول لي يمشي معك تطبخ بي أرجع امحي تواجد الأعداء في القطار ما فاهم الموضوع يلا يلا خذوا وحنا عبيد بيانا بلو على المصحف الله عبد الله خطير يا إيمان تبعني هذا دحين صناعة ريال لقد قمنا بتأمين القطار العكس
بيقول لي احتاج فايبر انا راح اجيب له 500 فايبر هذا مو فايبر هذا الهدف استولى عليه ايوه قحم تحس قحم ايوه طيب 450 يا انا كم رصد جندي عدو حفله شكلها تسويهم بيت فنه وتحاطه لهذه هذا جندي استطلاع المعادن يا جماعه معنا فندق هنا بمفتاح لقد استولينا على الهدف اي انا معي مفتاح وين الفندق هذا هنا اوه الحمد لله شخويته احمد اللي كان عايش هنا شغلك حصان غير هذا لا يزال هناك 50 من جنودنا موجودين الله اصلوا سلاح جندي عدو معي اربع حصنة والله اربعة بدك رجع علمنا من بعدك فهل في ارجل مني عبد الله ارجل مني هذا جندي جرب انه رماني لا هذا حطيته من حصانة حطيته جماعة العب اونلاين ولا الهادف ال حلو فرمين اونلاين اونلاين تشاكون فوسكم يعني حاح معنا سيرفر لحالنا نلعب فيه شو يلي بيقول لك ناس محششين بلجليجين ارو بيتكم فن قالوا ابو اذا الله ينعل امها هلا قبل تمويه اسلحه ثقيله للعدو لقد فقدنا الهدف انا ما سالم ايمن تسلم غيره والله اعرف لك يا ايمن يعرفك مشكله يا اخي يا اخي جايب يا اخي خلاص سوي اللي في يمك لا لا رو تعال تبدا الفلد تعال واحد اي ام قنص حاجه قديمه يلا ها ولد انا قلنا استولي على الهدف لا يزال هناك 20 من جنودنا موجودين خذوا عند الخير تعال يا ولد هنا تحت يوجد جندي عدو والله ما معك انا هناك في عبيد في دنجنات طيب هنا ما في والله ما ادري هنا حكينا مود ما ادري عبيد طيب ورد ابو عبيد اللي ورا لقد فشل هجومنا لا فقدنا كثير من الجنود دون تحقيق اي مكسب ارفعوا رؤوسكم يا رجال علينا القتال مجددا وبعزيمة اكبر يلا لدوا وانا نلعب طيب القرية هذه اللي هنا مغيرة فيها شيء والله ما ادري انا ما اعرف القرية اللي هنا الا هذه في النصين قريبة يلا كان فيها بلاوي استولوا على الهدف الان فيها برضو علامة بانتي ما ادري ما مدفعية العدو المر على ما نروح نسلحه
يمكن رؤية أحد جنودهم. روح على هذه. قلت لك يا وليد عشان يقف على عبد الله يا ابن. تجرب وتسوي له صمم على كيف. لقد استولينا عبد الله بالله دقيقة هذيك القرية قدام. يجب أن نستولي على هذا الهدف. استولوا على الهدف. انتبهوا العدو. لقد استولينا على الهدف. أي الهدف لنا. العدو يهرب. هذا الهدف استولي عليه. انتهينا عندنا. يلا نروح العبيد نشوف. ايه يا عبيد حبيت تشوفهم؟ هذا اللي قدامنا حقين وليد. يلا ها ما اتوقع عندهم فائدة دول. افتح الخريطة. طالع عندهم علامة فلوس صح ولا لا؟ لا باونتي. ايه اول مرة راح. ايه خلونا نطالع ما فيها. روح هنا. هجموا علي ام بي بالله يلعنهم. الله يبغى لنا نصنع اسلحه قويه. كفر اطلب اسلحه قويه يا اخي. ما عليك ما اطلب عندي هذه الاشياء. فقدنا الهدف. ايه ايش رايكم نسوي لنا صورة؟ ايش هذا؟ ايه سوى سوى خلنا نسوي صورة. استولينا على الهدف. بس ما بالعبيد دول استولوا على الهدف يا شباب. خلينا نشوف العلامة هذه البونتي. ما يا اخي هنا في حاجة جديدة هذه يعني. قرار بونتي بوس. You need to learn bounty to use this. فين نتعلمها؟ في حاجة اسمها بونتي لازم تشوف ثلاث فيديو. اوه بتفرج انفوس. عبر هنا تجمع العدو هناك. الهدف سي. والله هنا في العالم والله الجحم لازم يدنا والله. ايوه جمع السرباء. ايوه طرده. اللي صاعي. طيب يا جماعة إذا لقينا نسا رهيب ما يكون مكتوب عليه آخر بس ما أعرف. أنا ماني بغالي في البيش نبغى حبة تنار. أوح أوح هذا مضبار مو صاحي هذي ها؟ جنب جنكم هذا هذا بلاك اسمك نبغاه أقوى واحد ماسا الله حبيبه. لا لا الله قتلوه. لا لا ما نبغى تلاقي عبيد. تعالوا نروح العبيد الثانيين. انتبهوا جندي عدو. دمجونكم ولا لا؟ يلا خلينا نجمع الاستيلاء. دمجون حرام بالله دمجون. الهدف سي.
انتبهوا، هذا جندي تابع لهم. هذا لي على ذا حرام بالله قد قلحة طبوهم. نحن نخسر الهدف. يمير بريست ها؟ لا لا يمير بريست مكتب عليك هدف دنيا واحد ولا اثنين ولا اي والله فقدنا الهدف. هذا هذا عين له على الهدف. قول لك هذا هذا البريست كان على مكانه. هذا هذا ما في عندي شوف تحت عندي يمير بريست. عبد الله علي والله. طيب الركبه عن حقهم يرسبونه وترونهم بسرعه. البريست جبتها تعال تعال والله كم جلدك تجمع؟ طلاب تعالوا تعالوا هنا هنا البريسا. احب يجيبوهم بالمكبه. لا كلامهم رايح سهم انا شمت بي الله. هيا هيا نروح للغابة الثانية. ما هو هذول يا هو هيا لقد استولينا على القطاع. هيا مشينا يلا الأعداء في القطاع. الله على ظهرك معك بلية الله بلية عربي القفل طبيب عملة ما أدري شكل هذه العملة حقها توكن العملة حق البانك والله عندها سلاح حلو يا رجال والله اللعبة صلحوها. أيوة تبيع بعملات أوكي بس استولوا على الهدف. هذه المودات يا وليد ما هي اللعبة. ايوه هذا هذا يبغى هذا يبغى الهدف الاخير بين ايديك. والله باقي في الموجود هذا لا يسمع له الشيبور ابو واحد. والله باقي في الطرد من البيت. ها باقي في الطرد. لا شفنا شفت هذا باك. والله والله باقي في الطرد. قبل ما يرجع قبل ابوي والله يا اخي اول كان يجي عليهم دم يا اخي دحين ما عاد يبان الدم الا ركض
كان ايوه تعب اه الله عاد تقول كله على طول في الحقيبه لا لا سحبه ادرا جندي عدو يا جماعه حطلنا واحده هنا والله انا ارى جنديا عدوا حطنا عصروا يوم حطوا يا غال عبد الله خلنا نروح جندي استطلاع للعدو لقد تلونت سواسون من جديد بألوان العالم الفرنسي الألمان يتراجعون وراء النهر ويخبرني إحساسي أن تلك هي المواجهة الأخيرة سوف تغمر الفرحة أوروبا بأكملها إنها المرة الأولى منذ نشوب الحرب التي يهزم فيها الجيش الألماني هزيمة نهائية بواسطة هجوم مفاجئ بأسلحة متنوعة مخطط له جيداً النصر في هذه المعركة سمح للحلفاء بشن حملة جديدة من الهجمات القاسية الناجحة على الجبهة الغربية التي من شأنها بنهاية المطاف أن تؤدي إلى هدنة نوفمبر أي مشينا يا وليد؟ أنت حل أيمن الموضوع؟ ما الفائدة؟ نروح التاني بشلة عبيدة ما يتروضوا فلان طانع أصلى حل وراح خلني أقرأ أكتب في اليوتيوب ولا شيء How to open team in Conan server How to change server setting? Dedicated server setup for Windows.